السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. بأمر الله نزلنا عند الحاج جمال رزق، هنجيب لكم آخر أسعار العشوش، العشوش بأنواعها. ودي مكنة فصل القشور. ازيك يا حاج جمال، كل سنة وحضرتك طيب. كنا عايزين نعرف آخر الأسعار بتاعت العشوش. أسعار لا، بس هو الأسعار فوق مسافرة. الاسعار زادت عشان الخامات غليت. الخامات زادت كلها، فده غصب عننا والله. تمام. معلش، هي الخامات غليت على الكل والاسعار زادت وغصب عننا، انا عارف. فكنا عايزين نعرف الى اخر الاسعار ان شاء الله. انا ما بقدرش اقول اسعار عشان خاطر في ناس محلات بتاخد شغل فما يعرفوش. طب يعني نتكلم على المتواجد. تمام. دي مكنه فصل القشور زي ما احنا شايفين. ده المكانين، مكان للقشور ومكان القشر بينزل هنا. القشر بينزل في المكان ده بعيد، والاكل بينزل في المكان اللي تحت مروحه على طول. تمام. طب يعني بس معلش، عايزين عشان الناس سالتني كتير عليها، سعرها بيتراوح من كام لكام تقريبا؟ من 275 ل 350. من 275 ل 350. زي ما احنا شايفين عيش الزنجباري، حاجة محترمة اهي. ده مقاساته قد ايه يا حاج؟ يعني 60 في 60 في 30. 60 في 60 في عمق 30 سنتي. خامة، طبعا خامة جميلة وخامة ممتازة. هنفتح مع بعض العيش ونتفرج عليه. تمام. والدرج بتاعه هو درج خشب. الخامة بتاعته 8 ملي. دي خامة 8 ملي ان شاء الله. فرلاندي 8 ملي. تمام. دوت ده حاجة كده خاصة بالسلاحف. اهو بص منظره عامل ازاي. طبعا اول مره اشوفه. معلش معلش، هتعبك معايا، اشرح لنا بس كده. المكان اللي هي بتبات فيه، وطبعا انت بتحط الرمى هنا، بتفضل عايشه هنا وبتخش تنام. الفتحه دي بتوسع بقى على حسب حجم الايه، حجم السلحفه. ده الفتحه دي بتوسع على حسب حجم السلحفه وعلى حسب المقاس اللي بيحدده الزبون. طبعا في سلاحف اكبر من كده بكتير، الحجم ممكن حضرتك تعمله عموله، صح كده؟ ايوه. ده عش ردرام او دره، طبعا حجمه كبير عشان برضو نبقى عارفين المقاسات بتاعته بالظبط. كنا عايزين مقاساته. ده عش 40 في 25 في 25. 40 في 25 في 25. خامة برضو 8 ملي. 8 ملي في 6. يعني في بعض الاجزاء 6 ملي وفي بعض الاجزاء 8 ملي. تمام. ده العش بتاع الانصاص او استرالي. ده عش انصاص او استرالي. الدرج بتاعه بلاستيك. متواجد درج بلاستيك ودرج خشب ولا كله بقى درج بلاستيك دلوقتي؟ كله دلوقتي بقى درج بلاستيك. تنظيفه سهل، تنظيفه العش الخشب ما بيعملش فاشي وكلام من ده، فتنظيفه سهل سهل سهل. يعني في ناس بتفضل خشب، لو عايز خشب يتصل بيا بعمل له خشب برضه حسب الطلب. اه. طب ده بالنسبه للعش الاسترالي. ده عيش استرالي اصغر؟ ده اصغر شويه. زي ما احنا شايفين برضو الخامه، انا شايفها برضو 6 في 8 ملي.
طيب بالنسبة للعشوش الكوكتيل متواجد منها يمين وشمال؟ ده عيش كوكتيل والدرج برضو بلاستيك. طبعا الفتحات اللي في الجناب دي مهمة جدا حتى في الصيف. الفتحة اللي في المخ دي بتبقى عبارة عن بتستخدم كتهوية وكتنظيف، بحيث انه لما يفتح القش هينفخ القش من جوه كده خلاص ما بقاش في حاجة، انما لما يكون مقفول من المخ بتبقى فيه حاجة في الركام ما بيعرفش يجيبها، كده سهل تنظيفه. وكمان بيجدد الهواء. أيوة. حتى فصل الصيف بالذات بيحتاج الفتحات دي، كل ما نقدر ان هي تبقى كتيرة كل ما تبقى مميزة معايا كتهوية. يعني متواجد يمين وشمال. طبعا زي ما قلنا الاسعار بتختلف من وقت لوقت، فطبعا عشان الاسعار في الطالع الايام دي مش هنقدر نقول اسعار، لكن كل اسبوع زي ما قلنا ممكن الحاجات اسعارها تتغير. ده عيش الانجليزي او الروز برضو درج بلاستيك، وده منه طاقه برضو يمين وشمال، ده 8 برضو في 6 اهو. ده برضو خامه 8 و6. في ناس بقى بتطلب فتحه في المخ، وفي ناس بتفضل انه يكون مقفول، يعني على حسب ايه طلب الزبون. وده متواجد وده متواجد. كنت عايزك تكلمني على الشياله بتاعت النسائي دي. في الشياله ال 100 مللي دي 8 مللي كلها، لان ما تنفعش يخش فيها 6 عشان لازم تكون محمله عشان الميه، ودي لما بتريح بدل ما بتاخد سقايه وتغسلها فبتجمعهم كلهم مع بعضهم وبتغسلهم مع بعض. طبعا دي بتفرق معايا كويس جدا في لو انا عندي مزرعه وعندي كميه، بدل ما انا اشيل شياله سقايه دي بتفرق معايا كويس جدا. ايه وده المقبض بتاعها؟ المقبض معدن. المقبض ده معدن زي ما احنا شايفين. دي شياله دوران تمام، ارتفاع 12 سم بالنسبه للي هي العصافير الاسترالي او كوكتيل. ماشي شغاله ماشي. في منها العدل، في منها موجود منه عدل. دي سلك محمل، والارضيه قبل كاسه مش كوري احمر عشان نستعمل سلك 2 و2. دي الشيالات اللي هي تشيل فيها ضره زنجباري ولا درج للتنظيف. دي حاجه بتاعت احتراف اكتر يعني. ماشي. دي ارتفاع الدور بتاعها اعلى من دي شويه، وارضيه سلك تمام. دي ست عيون، وفي منها 4 عيون اهيت ارضيه سلك برضو جرار تنظيف. في حاجه منها دوران الشياله دي من الحاجات اللي اول مره اشوفها، وحتى تصميمها مميز جدا. دي دوران زي محمل سلك 2 و2 برضو، ارضيه قبل كاش سه. كل حاجه موجوده، ولو في مقاسات مثلا معينه او اي مقاس غريب صنعه له عادي مفيش اي مشكله. اي حاجه لو حبينا نعملها يعني. ان شاء الله باذن الله برضو سعرنا اقل من السوق برضو. تمام. الاسعار ان شاء الله اقل من السوق. كنا عايزين رقم تليفون حضرتك اللي حابب يتواصل معاك. 010-22-18-66-72. شكرا جدا يا حاج جمال، كل سنه وحضرتك طيب. مكان الحاج جمال ان شاء الله في سوق الحديقه، ده في سوق السيده عائشه زي ما قلنا. ده الباب الرئيسي من ناحيه مسجد السيده عائشه. معلش يا جماعه الصيام مخلي الواحد مش مترجم قوي. وده الباب من ناحية القلعة إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، في أمان الله.